يوم جديد من المعاناة يبدأه الطفل محمد في علاجه الطبيعي لمرض الشلل الذي يرافقه منذ الولادة. يقول الطبيب المعالج لمحمد إن حالته بدأت بالتحسن بعد عام من ممارسته هذه التمارين التي تنشط الأعصاب والعضلات المرتخية. محمد أتاه تعبان مرة، ما فيش حركات، ما فيش عنده أي استجابة للتمارين، فبدأنا معه تمارين من الخفيف من الخفيف من الخفيف. لا الآن الحمد لله بدأ حتى الآن يمسك لحاله، بدأ يوقف، بدأ الآن حتى الجلسة حقه يجلس شوية. انتشار حالات الشلل بأنواعه المختلفة وغيره من الأوبئة في عموم اليمن فتح المجال أمام المبادرات الصحية للمشاركة في تقديم الخدمات للمرضى، كما هو الحال في مركز الملك سلمان في مدينة تعز. المركز يستقبل جميع الحالات اللي تحتاج إلى تأهيل وعلاج طبيعي الناتجة عن أضرار وكوارث الحروب والحالات العامة. نستقبل الشلل بشكل عام، جميع أنواع الشلل، الشلل النصفي، السفلي، الطولي، الشلل الرباعي إلى آخره. وقد أفرزنا مساحة في هذا المركز لحالات الشلل الدماغي عند الأطفال. ومع أواخر العام 2022 سجلت وزارة الصحة في صنعاء أكثر من 800 حالة جديدة بشلل الأطفال، بالإضافة إلى تسجيل السلطات في مدينة تعز أكثر من 8000 إصابة بمرض حمى الضنك وانتشار الأوبئة المعدية كالملاريا والحمى الفيروسية وغيرها في عموم البلاد. بالنسبة لانتشار الأوبئة في اليمن هناك عوامل كثيرة جدا، ربما أولا غياب الوعي والسلوكيات الخاطئة لدى الناس، إضافة إلى ذلك أيضا قصور الخدمة الطبية، إنه اليمن بتعيش منذ 8 سنوات في حالة حرب، هذا أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وأن أيضا وقصور كثير من البرامج التثقيفية والتوعوية التي كانت تعمل على مكافحة الأوبئة. ورغم انهيار النظام الصحي في اليمن إلا إن السلطات الصحية تقول إنها تبذل جهودا في حدود إمكاناتها للحد من انتشار الأوبئة. نحن اليوم حريصين جدا على إيصال اللقاحات إلى كل مناطق المحافظة وإلى كل المناطق المستهدفة على عموم المحافظة بشكل عام. اللقاح يلعب دور كبير جدا في الوقاية من انتشار الأوبئة، لذلك نحن أيضا حريصين جدا على إيصال الخدمة التوعوية والتثقيفية للناس. وتبقى الإمكانات المتوفرة لدى السلطات الصحية مدعومة بجهود المبادرات التطوعية هي الأمل لدى قطاعات عريضة تعيش بين مطرقة الحرب وسمدان الأمراض المستعصية. آمال عريضة يعلقها المرضى على المبادرات الصحية بأن توسع من نطاقها خلال العام القادم لتخفف من معاناتهم. مجد الدين شكري، قناة الحرة، تعز.